أفكر بالمستقبل عندنا أفكار ويستقبل أنا بأفكار وأستقبل لذا يفلح ولذا يقبل بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عنده كم مزبون خرقش بخبار خرقش خرقش لكن يا مرهون الدنيا حضور لا دا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال 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 ديجيتال. وانت عندك مواهب في التلفزيون يا بتسالمين؟ طبعا مو شايف اني انا سهلة يعني؟ المهم خلي عنك انت هذا الكلام، هذا نصيب هنا عشان يجي يصلح التلفزيون. خلي عنك انت، خلي عنك اولا، كلمينا عن موهبتك هذه، كلمينا عنها بالتفصيل بعد زين زين. هلا يلا. عشان بعدين تقول لي اسمي شنش ختمتيها زين زين. حمدان، انت ما كان من المفروض انك تاخر موضوع زواجك من ثريا. يا اخويا مرهون اذا كان على ثريا ثريا موافقه، لكن المشكله في ولدها ذاك العفريت ذاك اللي يهيبه هذاك، اذا سمع بالموضوع اخاف يجي يضربني ولا يكسرني، وانا رجال شيء بعد حالي ما حال. والله انت خلى عنك السوالف، خلى نصير نخطبها، واذا ترى كان من نصيبك تراك ما تتزوجها، إذا كان لا أشوف لك واحدة غيرها. يا أخوي يا حمدان بس واحد سنين كثيرة من عمرك وانت للحين بعدك ما متزوج. قلت لك يا أخوي مرهون، قلت لك إذا كان على ثرية ثرية موافقة، لكن مسألة هذاك الولد هذاك العفريت مثل ما قلت لك، ولا حال ما حال خاف يكسرني. والله أنت متأكد إنها تريد تتزوجك بصدق ولا تضحك عليك ومستغلة طيبتك تأخذ فلوسك وأغراضك من الدكان؟ إيش قلت؟ عجبك اللي يخليها ما تكلمك؟ ها؟ ليش ما تكلمك؟ ها؟ أنا من يوم سكت عندك في البيت هالحرمة عمري ما كلمتي. يا أخوي مرهون، ترى أنت الحرمة تعرفها ما غريبة عليك. أعرفها شيء وأكلمها شيء ثاني يا حمدان. إيش أقول مرهون؟ إيش رأيك إني أنا أول يعني أتأكد منها وأعرف ليش هالحرمة متغيرة من جنبي، ها؟ وبعدين عدني نروح نخطبها. ايش رايك في هذا الموضوع زين ولا لا؟ انا رايي من رايك يا اخوي يا حمدان. نعم راي غاوي. زين الحين قول لي، بتصير تدور لك على شغل معي ولا تريد ترتاح؟ والله اذا تسالني يا اخوي مرهون ابغى ارتاح شويه. سير انت باكر وسير شوف وظيفه، لكن لا تشوف حال نفسك. شوف وظيفتي، واحده حالك واحده حالي، عند الطماع. يعني احجز لك وظيفه؟ ايه حاضر ولا يهمك. تفضل.
زي ما بقول تغير عليها الايام تغير ولكن ما تعرف انت عاد ما هو معنى مو غيرها السلام عليكم عمومتي سلام ايش هذا الروع فرقنا انت هين صرت انت مالك دخلت علينا هين غبت ماشي عمي كنت اصلي انا ايه عقب الصلوات اللي فاتني ترى قلت لهم خبرني قلت لنا الصلاه دين كذاك ابغاك يا مطر اها مره ثانيه وتاجل صلاه وتاخرها ترى الشيطان يلعب بعقل الانسان الله يعني ان شاء الله ايه السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله مساكم الله بالخير الله يمسيك بالخير تفضل خليه تفضل مشكورين احسنتوا انا الله يسلمكم جاي اعزمكم عندي مناسبه سعيده بعد كمان يوم وابغاكم تشرفوني يلا مالا حمدان ايش يقصد خليفه بكلامه هذا انا كنت شاك يا مرهون ان خليفه هو السبب في تغيير طري علي لكن توعى تاكدت انه هو هذا الخبيث هذا ونحن لازم نتاكد اكثر واكثر ونخلي هاي المهمه على مطر مطر انا انت كيف انت لازم تجيب لنا هالموضوع حتى لو عن طريق خليل خليل هي خليل مو تخاف من خليل انت لا عمي ابدا انا مثلك انا ما اخاف من خليل كذاك ابغاك يا مطر كذاك خليك رجال مره يكون جيب لنا هاي الموضوع مره وشوف خليفه هذه ايش يقصد بكلامه هاي المهمه عليك انت ان شاء الله يا عمي انا من باكر الصبح انفذ هذه المهمه واسميها بعمليه البعوض الوردي عمليه ايش البعوض الوردي حمدان مبروك عليك الزواج الله يبارك فيك يا جماعه خليفة على عينك على عينك وعين الحاسد الواشي مع على عينك وعين الحاسد الواشي مع ما حد يلا مطر المهمة روح إن شاء الله عمي ما كنت قشته مبروك حمدان مبروك الله يبارك فيك يا ولدي يا سلام الحين انت نصيب صح صاحب الافكار والنظريات خلاص يا امي هذا جهاز التلفزيون وجهاز الاستقبال مضبوطين اي اوامر ثانيه يا ام نصيب مشكور يا ولدي مشكور ايها العبقري الصغير خير ايش عندك يا اصيله خير اكيد الحلم تحقق ها؟ فرحان على ان التلفزيون اتصلح كذاك لا والله انت صادق اللي فرحني اكثر ان ولدي نصيب هو اللي مصلح التلفزيون وجهاز الاستقبال الحمد لله رب العالمين بدل لا نروح نودي تصليح برا وندفع لنا كمين باسم يا ريت كل ولاد الناس يكونوا مثل ولدي انا المكافح المثابر مشكوره يا ام نصيب يا صاحبه القلب الرقيق وانت ايضا يا ابي مشكور يا من تنير لي الطريق لا فضل فوق يا ولدي لا فضل فوق كيف لا نظفوك ايش هذا الكلام اللي قالش تقوله مرهون لا نظفوك كي انا ولدي النظافه بعينها ما لا نظفوك لا فضفوك لا فضفوك يا حرمه الله العظيم شوف ديك المذيعه شوفوا معي التلفزيون زين وانا اقول لكم أشوف ما أشوف شيء غير طبيعي أنا يا ما أشوف كل الأمور عادية والناس كلها تشوف بعد عادي 100% ما أشوف شيء غير طبيعي روح وأنا بعد ما أشوف شيء ما طبيعي أنتوا ركزوا زين معي وشوفوا ذيك المذيعة وأنا أخبركم بحلمي Thank you.
لا 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 لا, لا يا أمي لا، بصراحة ما عنديش حق. معقولة هذا التفكير تفكري فيه؟ تريدي تصيري مذيعة برامج وأبوي مصورة؟ إيش فيها؟ إيش فيها لو يرجع الزمن مرة ثانية للوراء؟ كنت أتعلم وأشتغل وحقق حلمي. لكن تخليني مصور يا أصيلة، مصور وأنا مرهون صاحب أفضل حرفة يدوية أكون مصور؟ وإيش فيها المصور؟ هل إذا كان عدو لابد خليني مخرج؟ إيه خير إن شاء الله مخرج مرة واحدة. وإيش فيها يعني إيش فيها؟ تراني أعرف أعصب وأصرخ وضارب أعرف. لا 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 لا، أنت ما تصلح تكون مخرج لأن ما عندك رؤية. ومن قالك إني ما عندي رؤية؟ عندي رؤية ونص. إيش شافت إني عور ما أشوف؟ عندي رؤيتين بدال رؤية، أشوف بعيني أنت. أنا قصدي ما عندك رؤية فنية. سمعيني، يا أشتغل مخرج يا ما أشتغل. كيف؟ وأنا أقول إنك أنت ما تصلح. أقول لك أصلح. ما تصلح. أصلح يا ما مالكم الله يهديكم، تو انتو تقوموا تتنازعوا علشان شيء ما صار ولا بيصير. الله يهديكم، بس ترى الزمن ما يصير على وراء، الزمن يروح لقدام. شوفوا لكم شغلة تناسبكم وتناسب أعماركم، الله يهديكم. بس احنا ترانا لكن نحلم يا ولدي. حلم وحولتوا لي حقيقة وافتكرت لي يصير وتقوموا تتنازعوا. ما يشتمك ذاك يا ولدي، استكثر علينا الحلم. عاد الحلم خلنا نحلم شوية ونعيش لحظة حلوة. صحيح. هاي يا أبوي ويا أمي، أنا آسف والله ما ودي أضايقكم أبدا. أنا ما تدخلت ولا بغيت أتدخل في أحلامكم ولا في أشياءكم إلا لما شفتكم تتنازعوا. أنا عادلة والود ودي، ما أخليكم محتاجين شيء البر، أسوي لكم كل شيء بنفسي والله. لكن أنا لا لا لا، أنت سمعني، حتى لو كان حلم، حتى لو حلم أنا ما أرضى أشتغل على كيفي. أنا أقول لك ما تصلح. فريد شوقي، فاتن حمامة، حلموا حلموا مثل ما يعجبكم. الله معكم. فريد شوقي والله زين. حلمي بعدك، حلمي هاي اللي جاك مولدك، حلمي. تفكر في ايش ولا ايش يا خليفة؟ يا ترى اقدر احقق اللي اريده؟ يعني يمكن ثريا تكون زوجتي واتخلص من رضية. نعم لازم اتخلص من رضية ومن طول لسانه، لازم. ولا انا ايش اللي مصبرني عليها غير كمين الريال اللي دفعتهم في المهر؟ بس زواجي من ثريا ما بيتم إلا بمساعدة رضية. كيف؟ هذه تحتاج تفكير كبير. زواجك من زهرة، يا ترى خليفة يقدر يسوي شيء ولا ما هاين عليه ولده؟ خليفة؟ خليفة يعز نفسه أكثر من أي شيء في هالدنيا، لا يهمه ولده ولا أي حد ثاني. وبعدين حتى لو ضبط موضوع زواجي من زهرة وخرج ولده خارج الموضوع، أنا لا يمكن أوافق على زواجك منه، لأن هذا من سابع المستحيلات، وأنا لا يمكن أوافق على هذا الشيء أبد. يعني ايش يا خليل؟ يعني بس خليني اتزوج زهره
وبعدين يصير خير. يصير خير؟ لا يا خليل، ما يصير خير، يصير شر. انت نسيت ان خليفة يطالبنا بمبلغ 1375 ريال؟ ريال ينطح ريال، مر صيانة البيت؟ خليه يثبت ان وقعنا مع عقد لصيانة هذا البيت، وبعدين اذا باغي يشتكي يروح، طريق قدامه. خليل انت ايش؟ تريد تجيب لنا المشاكل؟ الظاهر ان انت موافقة بصدق على هالزواج. ما انت ايش اللي ناقصنك عشان تفكري في الزواج وانت بهالعمر؟ خليل يا ولدي، لما توصل لهذا العمر وتكون وحيد، وقتها راح تحس ايش اللي ناقصك. وحدي ما راح اسالك ايش اللي شاغل بالك، اذا باغي تتكلم اتكلم، تراني اسمعك. قضية. واخيرا نطقت وباغي تقول لي ايش اللي في بالك؟ من غير ما تسالني، المرة هذه انا باغي اسال. قول ايش عندك؟ ايش رايك في زواج ماجد من زهرة؟ رايي انا قلت لك اياه من زمان، لكن انت ما عجبك رايي. ما عليه، سمعيني رايك مره ثانيه. رايي ان الزواج هذا مشاكل في مشاكل، وخاصه اذا ماجد سكن معانا هنا في البيت. يعني افهم من كلامك انك ما موافقه على هالزواج لان ماجد وزهرة وامها بيسكنوا عندنا في البيت؟ ترى الموضوع ما سهل يا خليفة، سعاد أم زهرة تريد حد يخدمها وحد يساعدها، وبعدين الطلبات بتزيد عليك وانت رجال عارف نفسك زين ما زين. اي والله هذا يخوف. أنا ليش ما فكرت في هذا الموضوع من أول؟ المهم رضية، أنا أباش توقفي معي شوية. في إيش؟ في إن نخلي زواج ماجد من زهرة ما يتم. انت صاحي ولا مريض؟ ايش اللي خلاك تغير رايك مره واحده؟ بعدين بقول لك، بس الحين لازم نسوي شيء عشان نمنع زواج ماجد من زهرة. ايش اللي في بالك يا خليفه؟ انت ترى ما تسوي شيء الا وراك مصلحه. قلت لك بعدين ما تعرفي، المهم الحين بتساعديني ولا لا؟ بساعدك. أكيد في شيء ضروري تريدني فيه يا أبوي، ولا ما جيت تزورني الغرفة في هذا الوقت؟ الظاهر أنك مفك يا أبوي. غلط يا أبوي، أنت تزورني في أي وقت في غرفتي، وإن شاء الله عن قريب بتزورني وأنا متزوج. على طار الزواج، أنت خلاص يعني مقرر على الزواج؟ فكرت فيه زين؟ ما بتتعب؟ ما بتحصل مشاكل من وراء هالزواج؟ أنا حاسس يا أبوي إنك تريد تقول لي شيء، إن هذا الشيء هو اللي جابك الحين. شوف يا ولدي، أنا فكرت في هذا الموضوع مرة ثانية، وشفت إن زواجك من زهرة بيجيب لك المشاكل وبتتعب. قلت عاد أنت ولدي ومصلحتك تهمني، ترك أنت ولدي الوحيد اللي ما إلي غيره في هالدنيا، وبعدين بتحصل أحسن من زهرة مليون مرة. كلام غريب عجيب أسمع منك يا أبو، معقول أنت تقول هذا الكلام؟ وين مديحك لزهرة؟ وين وصيتك عليها وخوفك عليها؟ إيش اللي غير لك كلامك؟ أنا متأكد أن هذا الكلام ما كلامك أنت يا أبوي. لا 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 الله يهديك، هذا كلامي يا ماجد، ولا تظن أن رضية قالت لي هذا الكلام، لا
رضية آخر وحدة في الدنيا أنا أسمع كلامها. أنا أريدك يا ولدي تفكر بينك وبين نفسك شوية. شوف خالتك سعادة، شوف طلباتها، شوف ظروفها الصحية، شوف الأذية اللي بتتأذاها من وراء هذا الزواج. اتصور نفسك يا ولدي، اتصور نفسك إن زوجتك زهرة تهتم بأمها أكثر منك أنت. هذه الأمور غايبة عن بالك الحين وما تفكر فيها، لكنك باكر يوم تتعب وتقول يا ريتني ما تزوجت زهرة. أنا أقول لك هذا الكلام علشان مصلحتك وعلشان ما تندم. المثل يقول إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. ما بس أنا طبعت بطاقات الزواج ووزعتها وحددت الموعد وما مستعدة تراجع عن قراري. ها جابان وصلت. أشوفك رديت على الشغل الأولي القديم. وأنا من بدأ تخليت عن مهنة أباي وأجدادي. ها يا جابان، هاي المهنة في دمي ولا يمكن أتخلى عنها أبدا. هاي بشوفك تتنقل من شغلة لشغلة كل مرة. لو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. دين ما اختلفنا في ذا الكلام، صحيح كلام ما حق الغلط. هيا بيش تقول لي اتنقل من شغلة لشغلة؟ ها ولا عيب الواحد انه يدور شغلة ثانية عشان يحسن مستوى معيشته؟ ابوي لا، الحاجة ابوي الحاجة يا شعبان لقمة العيش، تخلينا ادور على شغل ثاني. والحين بعدين الناس ما كل يوم يشتروا محازن، اللي عنده خنيرة وخنيرة يشترى محزمين وظل عنده سنتين ثلاث اربع سنين ما يضيع، لانها صناعة اصلية. هذه صناعة اصلية صحيح، علشان كذيه انت تدور شغل باستمرار. عشان لازم ادور شغل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا روح ايه يا ابوي ايه ايه، ما اسمك؟ ما اسمك قاعد تقلب انكذاك؟ ما اسمك؟ ضايع ولا ما ضايع؟ خايس ولا ما خايس؟ هذا متعوب عليه، متعوب علينا ابوي، متعوب عليهم. الله يبارك في اليدين اللي صنعتها وتعبت عليها يا اخوي. سامحني يا اخوي، سامحني، ما قصدي اغلط عليك، سامحني. افا انت ما غلط، انت تدافع عن حقك وهذا من حقك. احسنت، جزاك الله خير. هذا من مبارك بن سالم ولا من اللي عندنا؟ ما اعرف. اي نعم، هو بشحمه ولحمه يا شعبان. مرحوم. ها هذا مبارك بن سالم الله يسلمك، صاحب احسن محطه بترول هني عندنا في البلاد. والله ها عجب، بنحصل مرادنا عندك. انت تأمر، انت تأمر، لكن ما قلت لي انت على كم تبيع هذا الحزام؟ والله يا اخوي البيع لغيرك والمال مالك انت، ندق اللي تريده ولا تهتم. ولا تبقى رايي بالك هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الوالد كم مره خبرناك لا تبرز في الممرات؟ هنا برز، هنا اغيب، هنا اسير ابوي. في محلات موجودة أبوي؟ ما من محلات، أبانيها على الطبيعة الهواء الطلق عاجبني. مرهود ها آه. صحيح لو أنت ما لقيت مكان تبرد فيه إلا هني في الممرات يعني. شعبان ما أقصدك شعبان. أسكت، قول كلمة طيبة ولا أسكت. صح، المهم الوالد هاي المرة الأخيرة نبه عليك. إن شاء الله أبوي، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. بشتل الحين مرهود، بشتل. شعبان ها آه؟ نازعوني دينك الحين يوم نادعوك. ها مو قلت يا اخوي يا مرهون الحين انت يا اخ مبارك من صدقك ان تريدنا نشتغل هنا في المحطه؟ هي ما هي عقود مثل هذا للشباب؟ كما قلت لك يا اخوي مرهون، انا عندي كم من عامل وافد وباغى اسفرهم، وانت رجال طيب وتستاهل كل خير، بس ها لا تتخلى عن مهنة صناعة المحازم. مستحيل يا أخوي مبارك، مستحيل استغنى عن روحي. هذه المهنة مثل الروح واغلى. كذا كباك بس تعتقد يا أخي مبارك أنا أصلح أني أنا أبيع عقود؟ هي ما يبغى لهذاك التعقيدات، الله يهديك يا أخوي مرهون. الزبون اللي يبغى بترول عادي صب له عادي، واللي يبغى ممتاز صب له ممتاز. ممتاز هذا يعني قصدي أنا أساعدك يعني.
والله فيك الخير يا أخوي مبارك، أحسن جزاك الله خير. لكن أقول لك مبارك، ممكن أخوي حمدان أحصل له شغل هنا في المحطة؟ هنا ساعده يعني يشتغل هنا عندنا؟ هي بعد يعني لا ممكن. نزين نزين نزين، من هناك مطار؟ تفضل. لا غلطي، مشكورة مشكورة. بي بعدين بعدين. خير مطر، كنت تريد شيء؟ لا غلطي، بعدين بعدين بي بعدين. مطر حمدان مطرشنك؟ ما من عند الباب؟ هذا مطر. مطر خليه يدخل خليه يدخل. تفضل. مطر خير، ايش عندك؟ من مطر؟ انت مطر؟ لا انا، لا انا مطر، انا مطر، انا مطر. ما في شيء، بس انا قلت انتظرك برا لما تخلص. زين زين، ابدل ملابس وجاي لك. ها لا تروح بعيد يا مطر. هذه أول مرة أشوفك فيها. وأنا بعد. باين عليك مشغولة، بس ما شاء الله عليك شاطرة في الشغل. أيوة مشغولة كثير. ويا ريت لو إني لو مو طاقن هالبنية، خلها تشتغل لا. يعني قصدي أقول يعني إن الإنسان أحيانا ما ممكن نطلق عليه إنسان، يعني بمعنى أن ممكن الإنسان يكون فقير أو غني، ومن حيث الحيث ممكن أعرف إيش تقصد بكلامك هذا؟ اللي أقصده من كلامي إن لو في يوم من الأيام لا سمح الله يعني مر في حياة الشاب، يعني ممكن يكون صاحب نظريات وأفكار واختراعات وطلبك للزواج، يا ترى يعني إيش ممكن يكون رأيك فيه؟ الحمد لله أنا مخطوبة من ولد عمتي، وما أريد أضيع وقت العمل في أمور ما منها فائدة. مخطوبة؟ ما قلت لي يا مطر، إيش سبب هذه الزيارة؟ وأنت ليش مستغرب من زيارتي وسوالي عنك؟ نسيت إن إحنا أصدقاء؟ ما شفتك اليوم؟ قلت هي وأشوفك بسأل عنك إذا محتاج مساعدة في زواجك. زواجي؟ هي نعم زواجك. غريبة يا أخوي يا خليل، تعزمنا وبعدين تنسى، وموضوع زواجك من زهرة ما صحيح؟ هو ما أنه ما صحيح، لكن بعده ما صار، ما صار يا مطر ما صار. ولما يصير إن شاء الله أنا ونصيب هذاك اليوم بنشل وبنحط، بنكون في خدمتك. نعم مطر، لا تجيب اسم نصيب مرة ثانية هذا على لسانك، ولا ترى صداقتنا بتنقطع، فاهم؟ يا أخوي يا خليل، نصيب ما سوالك لك الخير، ما غلط فيك أبد، بالعكس هو اللي علمك المهنة زين، وانت بهذه تقدر تفتح لك محل وتصير تاجر عود ويكون عندك فلوس غوازي. كل هذا بسبب نصيب، بس كل ما في الأمر انكم خطبتوا بنت وحدة وبهذا السبب زعلتوا. نعم أدعيلك من كل فؤادي، عسى الله يجعل زهرة من نصيبك. اي نعم. بس هذا نصيب كان يريد يتحداني، وأنا ما حد يتحداني، لا نصيب ولا غيره، لا في الحارة ولا في الحارة لغيرها، فاهم ولا لا؟ أنت من يقدر يتحداك؟ أنت اللي يوقف قدامك تكسره؟ بس نتمنى علاقتنا وصداقتنا ترجع من جديد. نعم يصير خير يا مطر، يصير خير. بس ما قلت لي يا خليل أنت كيف بتتزوج زهرة وهي مخطوبة لماجد؟ مطر لا تتدخل في هالموضوع، فهم ولا لا؟ أكيد أكيد فيه ناكسر، وأنت ما تبى تقول لي كأنك ما واثق فيني، وأنا عارفك زين عمرك ما تخبي عني شيء. هو ما سر، بس في شوية إحراج، في إحراج. أفا 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 يا خليل أفا، إذا الموضوع فيه إحراج أكيد فيه هناك مشكلة، والمشكلة محتاج لها مساعدة، والمساعدة هي إنك تدور حل. هم تدور حل لهذه المشكلة، واني حافظ ومستعد اوقف معك، بس انت حط تكلم لا تردد. عشان انت صديقي يا مطر انا بقول لك، بس هذا الموضوع يكون سر بيني وبينك، فاهم يا مطر؟
فاهم يا خليل يا أخوي فاهم. ها ايش قلت يا سعيد؟ بتشترك معنا ولا لا؟ اخلي امل تسجل لك اسمك؟ هي نخت اسمها امل؟ انت خليك الحين من الاخت امل وقول اذا باغت تشترك معنا في الجمعية، واذا ما باغت تشترك كان ترك فرصة للناس اللي قاسين ماخذين طابور من الصبح. عندي سؤال واحد بس. تراك مللتنا باسئلتك اللي هي ما بتخلص؟ سؤال اخير مثل ما قلت لكم، ايش هي الضمانات المطلوبة مني لما يجيني الدور على اساس اني استلم فلوسي؟ تسوي لنا صك شرعي بان عليك للجمعية قيمة المبلغ اللي تستلمه من عندنا، وتسلمنا شيكات بقيمة المبلغ، وتجيب لنا ضامن يضمنك في حال انك ما قمت تدفع. وإذا أنا ما دفعت ولا الضامن دفع، هذا بعد ما أستلم الفلوس، إيش بتسوي معي؟ سعيد أنا أقول أحسن لك تصير تشوف لك جمعية ثانية وتخلصنا. ليش؟ أنا بس جالس أستفسر. أنت من الحين مبيت النية أنك من تاخذ الفلوس ما تدفع شيء، ولا إيش معنات كلامك هذا؟ لا 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 لا، حاشا لله أنا ما أسويها، لأني أنا شخص أمين، وأنا عارف أنكم أنتوا الوسطاء كجمعية تأخذ الفلوس من ناس وتعطوها لناس ثانيين، هذا الشيء اللي أعرفه. لكن لا لكن ولا شيء، تراك سعيد أنت شخص ممل وما تنطق. نعم بقى عندي سؤال أخير بس. الأخت أمل مخطوبة؟ اشترك في هذا الجمعية أبد، ولا بعد مليت، لكن ما موقفني إلا الاشتراك. عجب إيش بعد؟ ترى اللي جايين نشترك في هذه الجمعية، لكن الله يعلم إنه فؤادي يألمني وما مطمن، خايف لا تضيع فلوسنا مثل ما ضاعت في الجمعية السابقة. أنا الصراحة مطمن قلبي واجد من هذه الجمعية، طالما فيها أشياء تسر الخاطر. تأخر أمورك يا خليفة، والمثل يقول اضرب الحديد وهو صاخب. أكيد وراك شيء يا خليفة، لكن إيش هو؟ الله أعلم. يا ربي يا مطار، أشوف كل يوم طابور هذه الجمعية يزيد، يا مطر يزيد. يا الله ما أحسدك، يا الله ما أحسدك يا خليل، خلي يزيد وعسى إن شاء الله هناك ما بتكون في مشاكل. إن شاء الله ما بتكون هناك أي مشاكل. خليل هذه المشاكل العودة بكبرها جات. تفضل خليل. الله يسلمك، أنا أبغيتك شوية ويا ليت يكون في بيتكم. إنزين يا مطر، نتلاقى على خير. إنزين أترياك، مع السلامة. مع السلامة.
ليش لك تلفوني؟ هاته. وإذا ما أعطيتك إياه مو بتسوي؟ بتضربني؟ بتضرب واحد أكبر منك ولا كيف يعني؟ بعد العيب هاي اللي قاعد تسوي. عيب؟ أنا ما سويت شيء، كنت بس أتكلم بالتلفون. أنا أول واحد أشوفه يتكلم بالتلفون بعيني. ما سمعت بها بعد. أنا أشوف الناس يتكلموا بالتلفون بدونه، ما بعيونه. بعد تفكرني أنا غشيم ما أفهم شيء ها؟ أنا أعرف أن هذا التلفون في كاميرا، وأنت جاي تصور البنية. أنا ما جالس أصورها. هاي مو تسوي لها عيب، تسوي لها مسج ولا تسوي لها رنة، ها؟ أنا أعرف وأعرفكم أنتم الشباب عارفينها، والله عارفينها. يا ولدي عيب، عيب. اللي ما ترضاه على نفسك لا ترضاه على الناس، لا ترضاه على الناس. زين ممكن تعطيني تلفون لو سمحت؟ بعطيك اياه بس بشرط تستخدمه زين. استخدمه مثل ما اريد. بعد تستمر في الغلط. انا بسالك سؤال انت الحين. ترضى حد يصور لك اختك ولا امك ولا حد من عيالك ترضى؟ طبعا لا. كيف ترضى على بنات الناس حجاب؟ كيف ترضى؟ ها؟ ان شاء الله بالوالد. ممكن تعطيني تلفوني؟ بعطيك اياه مثل ما خبرتك، تستخدمه زين وما تسويها مره ثانيه. ان شاء الله الوالد، ولا يهمك. كذاب؟ ان شاء الله. يلا خذ تليفون. شكرا لك. يلا احسن هاو تسويها ان شاء الله الوالد. هاي كذاك ابا ان شاء الله. رجال ان شاء الله. يلا حياك الله. حمدان ها مبروك مبروك. كيف حصلنا شغل؟ والله فين محطة بنزين؟ والله زين. يعني ايش؟ يعني انا ما مستعد اني اوقف في طريق زواج ولدي من زهرة. والمطلوب الحين؟ المطلوب يا انك تعطيني 1375 ريال عدا ونقدا قيمه تصليح بيتكم، او انك توافق انك تقبل هذا المبلغ مهر زواجي من امك، وهذا افضل لك. يعني جاي تساومني؟ طبعا جاي اساومك، هذا حقي، حقي ابوي، حقي، حق الحق ما ينزعل منه. وبعدين انت وحدك تعرف ان امك موافقه على الزواج مني. بالبركة بالبركة يا عمي، أمي موافقة على الزواج منك. ها خدامك بالبركة. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا عمي. خذ 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 بالبركة بالبركة يا عمي بالبركة بالبركة. حمدان انا مستعد. هيا بنا هيا بنا. ايش طحناك ايش طح؟ هاي جدع جدع ما خليك. لا 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 والله بعدمك والله بعدمك اليوم والله بعدمك. والله ما اتنازل عن حقي لو مهما كان، ولو ما هذه الرجال الطيبين اللي مسكوني كان كسرتك تكسير يا خليلو. كلمه زياده منك والله بقلع لك عيونك الدين. اذا ما رميتك في السجن يا خليلو ما اكون انا خليفه. ايش السالفه يا خليفه؟ ايش السالفه خبرنا؟ السالفه اني صلحت لهم بيتهم مثل ما تشوفوا هذا قدامكم، ويوم جيت اطالبهم بالفلوس شوفوا كيف سووا فيي، كسروا لي ذعن وعوروا لي. لكن من هو انا ما اتنازل عن حقي ابدا، انا بشتكي في الشرطه وفي المحاكم وبرفع عليك قضايا ودعاوي ما لها اول ولا اخر. يا خليفه يا اخوي ما في داعي للمحاكم والشرطه، ما يد الله يديك. انا ادفع الفلوس، كم باقي انت؟ أنا فلوسي بأخذهن غصبا عنك وعنه، وأنا مستعد مثل ما قلت لكم إني أرفع قضايا عليكم في أعلى المحاكم في البلاد. واسمعني انته، إذا أنت صحيح باغي تعطيني فلوسي وصادق في كلامك جيب هنا الحين. أنا مستعد. كم تريد أنت؟ كم تريد؟ قبل ما يقول كم يريد لازم خليلي يا خليفة قبل يوافق على الشرط. شرط؟ هو إيش هو هذا الشرط؟ الشرط إن خليل ولدك يوافق على زواج أخوي حمدان منك يا ثريا. ها؟ اسميك انك ختمت زين. خيبو.
هلا تداور فكر وشاور بالمنطقية. يا حسايب ما طحت واقف كل ما أجاب.